للتعليق على تداعيات هذا الحادث معنا من نيويورك المحلل السياسي السيد أحمد فتحي. سيد أحمد أهلا بك. مختصون يقولون إن أي أزمة كالأزمة السورية التي وصلت إلى طريق مسدود تدفع السلطة عموما لفتح مخارج سياسية من خلال تصدير أزمتها للخارج، وعلى هذا الأساس فإنه من الطبيعي اتهام النظام السوري بالمسؤولية عن اغتيال الحسن أمس في بيروت، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أتفق مع هذا الرأي، وأضيف عليه أن الوضع الداخلي في سوريا يعني يساعده أن يكون هناك تشتيت من هذه النوعية، ولكن لا يمكن أن أستبعد بسبب تورط الشهيد اللواء وسام الحسن في ملفات حساسة جدا في داخل لبنان، مثل قضية ميشيل سماحة، مثل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مثل الشبكات السورية التي سعت في تفكيكها والشبكات الإسرائيلية، وكما قال المحللون والمراقبون للشأن اللبناني أن هذه تعتبر سابقة. فوسام الحسن شخصية كانت متعرضة للتعاطي مع ملفات كثيرة وشائكة في مجملها بسبب طبيعة عمله. بالنسبة لسوريا في الوقت الحالي نستطيع أن نذهب مع الافتراض الهايبوثيسيس أنه تساعدهم في تشتيت الانتباه، ولكن المجهر مركز على سوريا حاليا بزيارة الإبراهيمي إلى سوريا ومحاولة الخروج بهدنة في وقت العيد، فأنا لا أستطيع أن أبرئهم وكما لا أستطيع أن أدينهم في نفس الوقت. الآن أستاذ أحمد، برأيك ما هي قيمة المطالبة باستقالة الحكومة اللبنانية طالما أن فكرة حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها نجيب ميقاتي لا تبدو عملية في ظل الانقسام اللبناني الحالي؟ قلبي مع لبنان واللبنانيين. لبنان للأسف منذ العام 1975 وحتى نهاية الحرب الأهلية نظريا في العام 1990 هو يمر بسلسلة من الاضطرابات من السهل التأثير فيه من قوى خارجية، اللاعبون الخارجيون في الداخل اللبناني كثيرون ومتعددون، وهنا لا نستطيع أن نرى أنه سيوجد فائدة من استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولا نرى فائدة في تشكيل حكومة ائتلافية من كل الطوائف. الوضع في لبنان وضع متفجر دائما، وعلى أقل أسباب أقل بكثير من اغتيال اللواء وسام الحسن، ونضع أيدينا على قلوبنا ونحن نتابع الوضع في لبنان في خلال 72 ساعة القادمة. نعود إلى جزئية أستاذ أحمد، من يتحمل المسؤولية عن هذا الاغتيال؟ رئيس الوزراء ميقاتي ربط بين قضية الوزير اللبناني السابق ميشيل سماحة واغتيال الحسن، ألا تعتبر ذلك اتهاما ضمنيا من رئيس الحكومة لدمشق بالوقوف وراء الاغتيال؟ دمشق لا يمكن استبعادها من هذه العملية، فهي الغائب الحاضر. سوريا لها وجود في الداخل اللبناني منذ سنوات طويلة، انسحابها العسكري من لبنان لم يمنع تواجدها المخابراتي والسياسي على الساحة اللبنانية، فأنا لا أستطيع أن أجزم في هذه اللحظة، سننتظر قليلا ونرى ماذا سيصل إليه المحققون في المرحلة الأولى. لماذا لا نطرح أيضا على نفس الطاولة قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ هذه أيضا قضية لها يعني مكانة من الأهمية، ما يستدعي ألا نستبعدها من حساب المستفيدين من اغتيال اللواء وسام الحسن. طب أخيرا، كيف ترى المستقبل المنظور للمنطقة في ظل التسخين الأمني على الحدود السورية التركية والآن في لبنان، بالإضافة إلى بعض الاشتباكات بين الفينة والأخرى على الحدود مع الأردن؟ اختار البعض أن يقابل بمستقبل المنطقة بأكملها حتى يبقى متحكما في دولته أو دويلته. أنا لست متفائل بمستقبل المنطقة، أنا أتوقع أن يحدث انفجار في المنطقة كل أسبوع وبتزداد هذه الاحتمالات، ونتابعها كما نتابع المسلسلات اليومية أو السوب أوبرا في التلفزيون الأمريكي، كل يوم أحداث جديدة غير متوقعة، ولكن نعلم في النهاية أن الحبكة الدرامية ستدفع الأمور في اتجاه
حدث منفجر لا نتوقعه، وهذا هو توقعي للشرق الأوسط. هي مجرد شو تلفزيوني مستمر منذ عشرات السنين. من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. عفوا أستاذ محمد.